أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح اليوم عن وجود نية إنشاء رابطة المرأة العربية الكفيفة ويكون مقرها في الكويت. حديث الوزيرة جاء خلال رعايتها افتتاح الملتقى الأول لتمكين المرأة العربية الكفيفة في الحياة الاجتماعية الذي ينظمه معهد المرأة للتنمية. وأكدت الصبيح أن هذا الإعلان يأتي في إطار حرص الكويت على تقديم أوجه الرعاية والخدمة المتميزة لذوي الاحتياجات الخاصة، إيمانا منها بأن تقدم الدول بل إن تقدم بل تقدم الدول يقاس بقدرة ما توليه من رعاية وخدمات لتلك الفئة. البصيرة قبل البصر، ملتقى يعرض تجارب وإبداعات الكفيفات العربيات أقامه معهد المرأة للتنمية والسلام لأول مرة لتمكين المرأة العربية الكفيفة وإبراز دورها في الحياة بشكل عام. الملتقى يعني بالإعاقة البصرية، وسعد ذلك بأنهم خصوه للمرأة حتى نساعد كل امرأة كفيفة اللي شق طريق الحياة. دولة الكويت متمثلة في وزارة الشؤون تحرص على تقديم كافة أوجه الرعاية المتميزة لهذه الفئات، إيمانا منها بأن تقدم الدول يقاس بقدر ما توليه من رعاية وخدمات لهم. الإعاقة البصرية كسائر الإعاقات لها حقوقها في كل المواد التي جاءت في القانون وحسب الاتفاقيات الدولية اللي وقعت عليها دولة الكويت. وزارة الشؤون يمكن من مجيئي بس أنا فتحت ما يقارب 4 إلى 5 جمعيات نفع عام لذوي الإعاقة، سواء من هي التخصصية أو العامة، وكل الدعم لجمعيات المكفوفين. الملتقى يناقش عدة موضوعات هامة تخص تمكين المرأة العربية الكفيفة اقتصاديا واجتماعيا، كما سيتناول الواقع وتحديات المستقبل وغيرها من القضايا. أردنا من هذا الملتقى هو تعزيز العمل العملي، بمعنى أن تكون هناك مبادرات وأن تكون نتائج، ولا أقول توصيات، نتائج هذا الملتقى أن تكون عملية، وأن نقوم أيضا مع الجهات المعنية التي ستوجه لهذه النتائج محل التنفيذ، لأن إذا كانت هناك صعوبات تعاني منها المرأة بصفة عامة، فالمرأة الكفيفة أيضا تعاني بصفة خاصة. جلسات عمل وورش متنوعة للمرأة العربية الكفيفة وتجارب حية من الواقع المعيشي لهن. من أبرز ما يحتوي الملتقى أن رح يكون جميع رؤساء اللجان من ذوي الإعاقة البصرية. طبعا المرأة العربية أو المرأة الكفيفة العربية وصلت إلى أعلى المراتب. وعلى هامش الملتقى تم افتتاح معرض خاص بمنتوجات المرأة العربية الكفيفة شارك فيه نخبة من النساء الكفيفات المبدعات. مروة محرم، تلفزيون دولة الكويت.